أقرأ مقطع عن الإمام سلام الله عليه ومن ثم أقرأ القصيدة ذاتية. أقول يا المخوف المنايا بساعة الوقفات إلى الإمام سلام الله عليه. يا المخوف المنايا يا المخوف المنايا بساعة الوقفات، يا المحير السباع والموتر بدهرك، تهد على الزلم حد الزلم لو كان، ويا حيف بسيف حاقد ينختم عمرك، بقى شخصك طلاسم والاجيال شهود، واجيال المشت ما قدرت تفسرك. سبحان الجليل اش خلق فيك اوصاف، والف سر خلق يا حيدر بسرك، اسمك لافت بساق العرش مولاي، ونزل جبريل باسمك يا علي بشرك، شفك لولا شفك ما على الاسلام، واصناف الاصنام تكسرت حدرك، يا كعبة شرف بيك الزمان يطوف، وحق هاي البشر تتشرف بذكرك، يا طوفان نوح وصاعقة نمرود، سفينة لعلقاها الروش طفحت يا علي ببحرك، تسير الكون كله وبيك سار الكون، وشمس الله الكبيرة استسلمت لأمرك، رفت رايتك واحتار كل من جاك، وبسيفك علت وتباشرت بدرك، ظنوا تنشبخ من تبعلات الغيم، غشموا ولا دروا ولا قدروا قدرك، من تدنى المنايا وهاج بيك الغيظ، ومن يحمل وطيس تعارج بصدرك، ومن جاك وقصد راد البراز وياك، لا مرحب نسى ولا خيبر تنكرك، لا لو بالحصن واخت الحصن هم بيك، والباب انشلع يوما سمع هدرك، وين الحاربك وين الحاربك هلبت يجيك اليوم، ويشوف الذهب ضوى السما بقبرك، من دفقة مهرتك هلهلت صفين، وجن قامت قيامه وصيحت سترك، ذاك العامري بيوما شطرت ابنيا، يا سيف القدر يشطر مثل شطرك، يا مصحف رسالة وخاتم سليمان، أيوب على ضيمة صبر بصبرك، تتهاوى المنايا وبيك لادوا بيك، وتفر بيهم رحى ولا واحد الفرك، يا برد وسلام على النبي إبراهيم، إذا تزعل جهنم تحتم بجمرك، إذا تزعل جهنم تحتم بجمرك. المقطوعة الأخيرة ذاتية لهذه المناسبة، عنوانها علوة سوق. أقول لعب وقتك يا روحي بلعبة الشهال، قطف حيدر حمادة وضيع الغول، شتل شتلة ونين وشتلة هموم، وطريج وثوب صبر انترس شكوك، لفن هاد وهبيج وحيرة محتار، أقضي الليل بيهن أطلق طلوق، أنا سنيني الياسر لفن الروج، قضن عودان والمد بيهن يبوق، بجنح مكسور سابقتك يا دنياي، ولا مرة طلحت وياك مسبوق، أنا شجرة لعمت بيها المناشير، شماح الشو تزيد بقاع العروق، الوقت شراي واخواني بيبيعون، اكتمن يوسف خذون العلوة السوق، قاتلوا لي الشواط بخلق صرت تابوت موسى ووقت فرعون، قاتلوا لي الشواط بخلق مخنوق بعد ما مش صديق اللي يفزع بضيق، ولا ظلت فراضة تظهر حقوق، رحت شكاي قالوا هاد هادود، تلقون على حق ولن مطقوق، حضن تلقاه تلشط من هالقاه، ولا ذلوا تسولف بي الحلوق، رحت غشت الشمال وشلت الاشراح، اثار الروج واصل حد العنوق، بالمهايل جبتهن والقط جروح،
اش ما شلن وخيط تطلع فتون، واذا عديد شفت الشاد خيال يجي ولام الفرح عالروح ويلوق، واذا هزت جدحها وطلقت ردود مريم، واذا هزت جدحها وطلقت ردود يدب جلد الغرب ويحمل حدود، واذا شفت المغيب يصير مطلع تون ومل اهن وتنحب النود. يا دنيا وياج ما ظن تخلص الطيب، ولا طعم الحلاوة بجدرة الغول، ولا طعم الحلاوة بجدرة الغول. والسلام عليكم.